ألو، أيوة إيه سينا؟ كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة وبخير. أتعرف بيكي؟ صفية. صفية، صفية ازيك؟ الحمد لله. صفية كم سنة؟ 20. مرتبطة صفية؟ هو أنا مرتبطة بس في دروب كده حصل ضيع الدنيا كلها. إيه اللي حصل يا صفية؟ بص أنا يعني إحنا مرتبطين مكمل يعني شهر بالظبط. بقالكوا شهر مرتبطين؟ بس جدع جدا جدا جدا، وقف معايا في حاجات كتير جدا. في شهر؟ وقف معاكي في حاجات كتير جدا في شهر، ايه الحاجات جدا كتيرة اللي حصلت في شهر؟ لان هو اول ما اتعرف عليا اساسا كان على تويتر، وكان عندي مشاكل وكده، ومشكله كان تليفوني مسروق واتسرق من عليه صور ليا انا واصحابي وكده، وحصلت لي مشاكل وهو حل لي المشكله دي والدنيا اتحلت تمام وقشطه خلاص. وبعد كده اكتشفت بقى ان انا بدات اتشد له وكده، وارتبطنا ببعض. كان بيقف معايا في حاجات كتير، كل يعني بصراحه انا ما كنتش بصلي خالص، اعودني على الصلاه. لو كنت بعت له صوره مثلا ليا بشعري كان يتخانق معايا ويقفل في وشي وكده، قله ادب وكده، ما ينفعش يا بنتي حافظي على نفسك. كان جدع بجد، ما شفتش منه حاجه، ما شفتش منه كلمه وحشه بصراحه. طب ايه اللي حصل؟ من فتره كده هو طلب مني، قال لي عايزين نعمل جمعيات ونتجوز وكده. هو من الشيخ زايد من اكتوبر، بس عنده شويه مشاكل مع اهله والدنيا ملطشه على الاخر وكده. فقال لي اقنعي اهلك ان انا هاجي من غير اهلي وكده، واعملي شويه جمعيات انا وانت نعملها سوا ونلم نفسنا ونتجوز، وبعد الجواز نبقى نظبط حياتنا اكتر يعني. المهم ان انا بدات اشوف حواليا فعلا، وكلمت ناس وكده، وجيت كلمت قلت له يا احمد يعني دلوقتي في جمعيه وكده، ولو هتدخل فيها. قال لي خلاص انا عايز جمعيه تتقبض حوالي 80 او 90 كده. 90,000؟ ندم السنه بيها لحد بعد الجواز نكمل اللي احنا عايزينه. زي الفل. ايوه. جيت بقى سالت هنا كل اللي حواليا، قالوا لي مثلا اخرنا 20 30 كده. فجيت قلت له، قال لي يا بنتي قدامنا كتير قوي على ما نستنى ومش هينفع وكده. فقلت له في جمعيات زي اللي انت عايزها بس في شهر 6 ونستنى. قال لي خلاص انا ما اقدرش، يعني ما اقدرش اخليكي معايا احتراما ليكي واحتراما ليا انا، عشان ما بقاش بلعب بيكي يا بنت الناس. وهو يعني هو فعلا اخلاق جدا. فبعد كده اتفاجئت بقى تاني، يعني قفلنا وما فيش الساعه 3 الفجر. تاني يوم بكلمه لحد النهارده ما بيردش عليا. فبعدين جيت لقيت بكلمه من واتس بتاع والدتي كده. فبعدين بقول له في ايه؟ قال لي انا هبعد من غير اي اسباب ومش هعرفك اي سبب. اعرفك انا السبب؟ اتفضل. طب بصي بقى، انا بحبك قوي وعايز احافظ عليكي، اوعي تطلعي بصوره من بشعرك، لا 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 ما تخرجيش من غير الاشارب، انا بغير عليكي، انا رجوله قوي، انا متدين قوي، لازم تصلي، لازم تقربي من ربنا. بقول لك ايه؟ لازم مش عارف ايه. هوبا، ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ربنا بعت لي ملاك. طب بقول لك ايه بقى حبيبتي، انا بحبك قوي عايز اقرب منك، فاحنا عايزين نعمل جمعيه، شوفي لي حد من اصحابك اللي خلص جمعيه في 70 80 90 الف جنيه، وبعد كده نتجوز ويبقى حل الف حلال، على اساس طبعا انه هيقبض اول واحد. لما ربنا كرمك من وسع واراد انك ما تلاقيش حد يعمل له الجمعيه اللي هو عايزها اللي هيفك فيها دقته ب 90 الف جنيه، قال لك متشكرين وما عنديش اسباب مش فاضيلك يا قطه، يلا روحي اقعدي عند امك وانا هدور على واحده تانية انصب عليها النصبه الحلوه بتاعه البسي الاشارب واقعدي في بيتكم، وقال الله قال الرسول، وبقول لك ايه، اوعي، انا بحبك، انا رجوله قوي، انا مش عارف ايه. انت ربنا انقذك من عيل نصاب. عيل نصاب. بصي انا عملت حلقه قبل كده، مش عارف حضرتك سمعتيها ولا لا، عملت حلقه عن الراجل اللي بياخد من مراته او خطيبته او صاحبته فلوس ويعيش على قفاها او يستغلها او يطلب منها المساعده، وسمينا الحلقه الراجل النطع. حضرتك ده ما كانش نطع، يا ريت ده كان نطع. النطع يشتغلك في 2000 3000 جنيه، في 500 جنيه، في جاكيته، في موبايل، في كارت ميموري، في كارت شحن، انما ده مش نطع، ده نصاب، نصب عليكي. وما اكتر النصابين اللي في البلد اللي بيقوموا فرشين الفرشه بتاعت ربنا قال وانا وعشان خاطري والدنيا ولا والحشمه وبتاع، علشان يقوم لافف ولادعك اللدعه المحترمه. بوس ايدك وش وضهر، وانا بقى اللي بقول لك خشي صلي، مش هو، خشي صلي واركعيها وقولي له يا رب اشكرك انك انقذتني من الحلوف ده، ده نصاب يا صفيه، نصاب.